إنها ظروف الفاقة والعوز التي ترغم الكثير من مواطني إقليم كردستان على الاستعانة بالألبسة والمواد المستهلكة المسمات محليا بالبالة لسد احتياجاتهم وتمكينهم من مواجهة برودة الشتاء القارسة وتداعيات الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها الإقليم منذ نحو عامين. معظم زبائن هذه الأسواق هم من ذوي الدخل المحدود ممن يتأخر صرف رواتبهم لعدة أشهر متتالية. أنا مضطر للاستعانة بهذه الملابس المستخدمة لرخص أسعارها أولاً ولجودتها، فدخلي الشهري لا يسمح بشراء ألبسة جديدة رغم أنني أرغب في اقتناء السلع ذات الماركات المعروفة. معظم السلع الحديثة في أسواقنا مقلدة، لذلك أضطر لشراء هذه السلع المستعملة لأنها أفضل من سواها رغم قدمها، كما أن البضائع والسلع الجيدة باهظة الثمن ولا تتناسب مع دخل المتواضع. بالمقابل هناك من الميسورين من يفضل دوما اقتناء السلع ذات المناشئ المعروفة والأسعار الباهظة. أحرص دوما على اقتناء الملابس والسلع ذات الجودة العالية، وأعتقد أن أسعار السلع في هذه الأسواق لم تعد باهظة كما في السابق وانخفضت كثيرا بفعل الأزمة المالية وباتت في متناول الجميع. مختصون في الاقتصاد يقولون إن التحول المفاجئ في النظام الاقتصادي خلق فجوة كبيرة بين شرائح المجتمع الكردستاني. التحول المفاجئ من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي في كردستان العراق خلق فئة محدودة من الأثرياء المتخمين وشريحة واسعة من الفقراء، لذا ينبغي للسلطات تعديل القوانين المتعلقة بهذا الشأن وتفعيل دور القطاع الخاص بغية تقليص الفارق بين الطبقات. ويؤكد المعنيون أن نسبة الطبقة الوسطى في الإقليم لا تتجاوز 3%، هذه الطبقة التي من المفترض لها أن تشكل صمام الأمان الاقتصادي والاجتماعي لأي دولة. يحذر خبراء الاقتصاد من المخاطر الجمة لتلاشي الطبقة الوسطى باعتبارها مصدر الطاقة والنهوض في المجتمع الكردستاني، ويؤكدون بموازاة ذلك على ضرورة العمل الجاد لتقليص الهوة بين الطبقة الثرية والغالبية الفقيرة. هو عزيز، سكاي نيوز عربية، أربيل.